وننتقل إلى الإسكندرية ومراسلنا محمد الخطيب. محمد، أطلعنا على الجديد لديك في محافظة الإسكندرية اليوم. نعم، تحياتي لك في البداية ولضيفك الكريم. الجديد لدينا في محافظة الإسكندرية هو قيام وفد من ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، قام بزيارة إلى مقر اللجنة التي أتواجد بها الآن، وهي مدرسة محمود سامي البارودي. تحدثنا معهم ويعني أشادوا بتنظيم العملية الانتخابية، وأشادوا أيضا بنسبة الإقبال من الشباب ومن السيدات ومن الرجال، وأشادوا بتنظيم العملية الانتخابية برمتها. يمكن هذا هو الجديد إلى الآن من داخل محافظة الإسكندرية. أيضا كان هناك زيارة لمحافظة الإسكندرية يعني مر خلالها إلى العديد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وما ينقص يعني من مقرات انتخابية، أي لوازم أو يعني أي التزامات. ولكن الجميع يعني هنا بالفعل يعني المحافظة استعدت على مدار الأيام القليلة الماضية من تجهيز كافة المقرات الانتخابية بكل الاستعدادات لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين. أيضا يعني المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية يسير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب. الجميع هنا يعني ملتزم جدا بالضوابط، ضوابط الانتخابات التي أقرتها الهيئة العليا، الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء من بداية دخول اللجنة إلى دخول اللجنة ذاتها والاقتراع وبحرية وسلاسة وأمان. يمكن ايضا على المستوى الامني والمستوى الشرطي هناك يعني كان هناك ايضا تسهيلات كبيره قدمها رجال الشرطه من خلال منع تكدس الشوارع ومنع حدوث اي زحام للتسهيل على المواطنين للدخول الى المقرات الانتخابيه بكل سهولة ويسر وأمان. محافظة الإسكندرية هي من المحافظات التي تتصدر المشهد بكتلة تصويتية كبيرة، نتحدث عن يعني 4,300,000 ناخب من لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية، يعني موزعين على 18 لجنة عامة و340 مركز انتخابي و530 لجنة فرعية، هذا بالإضافة إلى طبعا يعني لجان المغتربين أو الوافدين التي بلغ عددها يعني حوالي يعني 36 لجنة. المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية إلى الآن يسير بشكل منتظم جدا، يعني تعودنا يعني من خلال الاستحقاقات الانتخابية يعني الماضية هو أن الساعات الأخيرة من كل يوم من الانتخابات تكون يعني مكتظة ويكون هناك يعني تواجد بكثافة من قبل الناخبين، وهذا ما رصدناه أمس. يمكن قبل نصف ساعة من إغلاق اللجان كان هناك توفد عدد كبير من المواطنين الذين اصطفوا للدخول إلى اللجان للمشاركة في العملية الانتخابية. يعني يمكن هذا ما لدينا إلى الآن من داخل مدرسة محمود سامي البارودي بمحافظة الإسكندرية، وأعود إليك.